الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السورة مدنية، وهذه الآية تتحدث عن شيء لم يظهر إلا في المدينة، وهي النفاق، أعني الظاهرة. إذن هذا إجمالا، فما معنى في الآية بعد أن تستعيذ وبعد أن تبسمل؟ من أول السورة إلى هنا، والسورة تقوم على بيان المؤمن من الكافر، هنا بيان المؤمن من المنافق. يقول الذين آمنوا الآية، ويقول، فانتبه، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. الجملة تامة، بمعنى أن المؤمن يتمنى لو نزلت سورة، في هذه السورة آية محكمة يشرع أو يشرع فيها للقتال، حال المؤمن متلهف إلى ذلك. أما المنافق الذي في قلبه مرض فإنه لا يرى في ذلك نفعا، فذلك إتلاف للنفس والمال، فإنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فلا يرجو نفعا لا دنيا ولا آخرة. إجمالا، لماذا ذكرنا هذا؟ حتى نستوعب ما يلي حينما نبتدئ. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، هذه هي الجملة الأولى، والوقف هنا يكفي. ما معنى يكفي؟ المعنى أن الجملة أمامنا تامة من حيث كلام أهل النحو والإعراب، فالنحو والإعراب آلة عند علماء التجويد يستعينون بها ليعلموا حينما نبتدئ الكلام وحينما ننتهي، هل تم، هل اكتفى، أم أنه يحسن الوقوف. قلنا هنا يكفي. لماذا يكفي؟ لأن الجملة تمت، ابتدأت بواو استئنافية ثم مضارع ثم بعد ذلك الاسم الموصول في محل رفع فاعل، ثم الجملة الفعلية بعده صلة الموصول إلى محلها من الإعراب، ثم لولا حرف بمعنى الحث والتحضيد، وهنا يتضمن معنى التمني. نزلت، نزل فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، وتاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب.